السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنشرح فيديو حلو قوي إزاي نخلي سرعة الإنترنت بتاعتنا أسرع 10% على الأقل، تمام؟ قبل ما نشرح البرنامج اللي هنستخدمه هنشرح حاجة في البداية اسمها الدي إن إس، تمام؟ الدي إن إس ده عبارة عن جدول بيتكتب فيه اسم الموقع وجنبه رقم الكمبيوتر اللي عليه الموقع ده. يعني مثلا الكمبيوتر، احنا كل كمبيوتر متصل بالإنترنت ليه رقم، فالرقم ده صعب الواحد يقدر يحفظه عشان يتصل بالموقع. فهم عملوا اختصار، مثلا اختصار الموقع، بدل ما يكتب مثلا الرقم اللي هو زي مثلا الرقم زي الرقم ده مثلا 207 1000 142 131 206، طبعا رقم صعب جدا، فبتكتب مكانه ويكيبيديا دوت اورج. فده سهل عليك موضوع، سهل عليك بكتير قوي، بدل ما تكون تحفظ ارقام كأنه رقم تليفون، انت حفظت كلمة، طبعا اسهل من حفظ رقم، تمام؟ عشان انت بتكتب مثلا كلمه ويكيبيديا دوت اورج عندك في الفايرفوكس مثلا، تمام؟ بيعمل الكمبيوتر بيعمل ايه؟ بيروح للسيرفر اللي فيه الجدول ده، يحول الكلمه انت كتبتها لرقم ويجيب لك الايه، اسم الموقع، يجيب لك الموقع. كل ما المسافه زادت ايه، السرعه بتاعه النت بتاعتك هيقل لما يجيب الموقع ويروح يجيب الموقع ويجي. كل ما يكون الموقع بتاع الموقع ده اقرب يكون احسن طبعا، تمام؟ فالبرنامج اللي انا بنستخدمه دلوقتي حالا ده بيبحث في كل السيرفرات اللي في العالم ويجيب لك اقرب واحد لبلدك، فده هيسرع لك النت بتاعك، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقى نجيب جوجل دوت كوم، تمام؟ هنبحث عن كلمة اسمها نيم بنش، ان اي ام اي بنش، بي اي ان سي اتش. لو عملت ضربة حظ هتيجي برضه اعتقد، هنجرب كده. جت الحمد لله، جت لنا. او ممكن تعمل ضربة حظ، او تعمل ايه، او تعمل بحث جوجل اول واحدة، تمام؟ داونلودز، وبعد كده ايه، تعمل دوت اي اكس اي، تمام؟ هتعمل هتدونه، بس مش مدونه عشان انا اصلا عندي على الجهاز، هيبقى اهو طبعا ايه، نكستاتك الحلوة بقى، نكستات هو نكست واحدة بس، تمام؟ هيطلع لك هنا، هو هيفتح لوحده. دي الاي بيات اللي انت ده الدي ان اس اللي انت مستخدمه، تمام؟ دوس ستارت، يقعد 10 دقايق كده، يقعد يعمل حركات مع نفسه كده، بعد كده يطلع لك نتيجة. هوريكم النتيجة اللي طلعت عندي على الجهاز بتاعي. النتيجة ان في دي ان اس غير اللي انا بستخدمه اسمه تيليكوم ايطاليا بزنس 80 اي تي از 42% فاستر، اسرع من اللي انا بستخدمه. يعني هيزود لي سرعة ان انا اجيب موقع، هيزودها لي نسبة 42%. عشان استخدم اللي هو ده بستخدم حاجة، يعني لو شفتها بالكامل تمام، الحتة دي الايباد، دي دي ان اس، دي ان اس اللي انا هحطها عندي على الجهاز، هقول لكم ازاي تحطوه، تمام؟ نقرب كده منها عشان ايه، تمام؟ ده دي ان اس، برايمري دي ان اس وسكندري دي، برايمري سيرفر والسكندري سيرفر. هروح على الكنترول بانل، نتورك كونكشن، لوكال اريا نتورك، بروبرتيز، تمام؟ هنا تسي بي اي بي، واحط الارقام دي، هي نفس الارقام دي، الارقام ده اهي اللي تحت، برايمري دي ان اس والترناتيف دي ان اس، هي نفس الارقام ده، تمام؟ لو جينا اللي تحت، الحاجات اللي تحت دي عبارة عن مقارنات. مثلا ده السرعة بتاعته كانت 161 ملي سكند، ده 165 ملي سكند. برضه اوبن دي ان اس ده مشهور جدا ورقمه سهل، تمام؟ ممكن تستخدمه برضه. اتمنى ان يكون الموضوع ده سهل بالنسبة لك، ويساعدك انت تصفح النت بطريقة اسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.